مساء الخير مشاهدينا الكرام، ان شاء الله تكونوا بخير وصحه. جاتكم الشيف نينا في الحصه اللي تعودتوا عليها، نينا في الكوزينه. يا درا واش شفت اليوم؟ اكو تخمو عفسه صالي سكري نو اون طارت بارده، تحليه تكون بارده مي هي تتصنف من التحليه، مي هي اون طارت سون كويسون، بدون طهي ما عندها غير بلي بودوار. نديرو طارطه تاع عيد الميلاد ولا طارطة تاع الضياف ولا كيما حبيتو. انا هدية جاتني في زربة، درتها لإياد ونقولو كل عام وانت بخير ان شاء الله. جا هبلنا في الدار قالنا نسيتوني ما درتوليش لانيفيرسير، ايبا احنا درناها له خفيفة وعجباتو. واش راح نديرو دوكا؟ المقادير السهلة، حنعطيكم أسوس بالك كاين اللي يعرفوها اللي راهم في الدومين، وكاين بالك نتوما ما تعرفوهاش. حاجه اللي راح نديرو لي بودوار، عندنا لي بودوار هادوما راح نشربهم ولا نشمخهم بسيرو تاع المايده، سيرو تاع لافريز. خيرت لافريز بيسك انا راح نستعمل لافريز. دوك نتوما على حساب واش راح تستعملوا لوغو ديرو. شوفوا السر تاعي، عندي فراوله باش نفارسيو بها لا طاخ تاعنا، عندي ياوغت. الياوغت هذا سوا ديرو سوغيز ولا ديرو فريز باش تجيكم بنينه. سوغيز ولا فريز، هذا كي تكون لا فريز، كي ما يكونش عندكم لا فريز بدلو على حساب الفاكهه اللي راح ديروها. عندي هنا لو فرماج ماسكاربون مع جبن ابيض، معناتها لا كونتيتي اللي راح نديروها. انا درت مول صغير، معناتها درت الكيل صغير. كنتوما ديروا مول اللي يكون كبير، تبعوا على حساب المقادير على حسابهم. انا درت نصف الكميه تاع ماسكاربون، نصف الكميه تاع فرماج ابيض، بيسك الماسكاربون يجي ثقيل، كاين بزاف اللي ما يحبوش. اي با انا زدت له الفرماج سامير. الا هنا عندي لا شونتي تاع نوال، شوفوا مقادير ماشي بزاف وطخت بنينه. تبعوني وتجربوها ومن بعد نشوفوا واش نديرو. نروحو نديرو هنا، نديرو لا شونتي تاعنا ونديرو الماسكاربون والفرماج تاع سامير الابيض. شوفوا لي كريم اللي نديرو فيهم الفرماج يجو بزاف بنانه، لي تشيز كيك هادو كامل يجو بزاف بنان اللي يكون فيهم الفرماج. انا نديرو الياوغت على حساب لا كونتيتي تاعكم، اذا درتو مول كبير باينه بلي راح نديرو الكونتيتي في الطالياوغت زايده، ما حاش نديرو اون بواط نديرو زوج. انا باش ما نقلقكمش بالحس نجي ندير لي بودوار تاعي معاكم، اي ابري نديرها تطلع. واش نحكمو؟ نحكمو لي بودوار تاعنا. شوفوا طريقه سهله بالبزاف، على بالي دوك ديروها وتعجبكم. واللي حبت دير الذوق تاع الشوكولا دوك نقولكم، سوا ديري لاموس تاع الشوكولا اللي خدمت بها انا ديجا، سوا ديري اللي نديرو لا شونتي وديري لها شوكولا نوار سوداء دوبيها اوباماري، اي ابري ما دوبيها اوباماري طلعيها. ديجا خدمناها في حلقات اللي فاتوا لاموس السريعه، ومن بعد تخدمي فيها في بلاصه، معناتها ما يكونش عندك فاكهه، يكون عندك جوز ولا كاوكاو ولا بيستاش ولا مكسرات تاع الشوكولا تندار مع المكسرات. نعطيكم دي زيدي وانتوما ديروا كيما حبيتوا.
انا نحب ندير لكم عفايس لي سهله وتسهل عليكم كامل. شوفوا اون بلوس هاد لي بودوار نحبوهم ملي كنا صغار صافي وتبدلو شويه. نبدلو اخر من على بالي بلي كاين لي يستغربوا يقول لك كيفاش طاحت بارده ايتو تاد عيد ميلاد كاين وي كاين لي ما عندكش الوقت كاين لي مامو لي يكونوا خدامين كاين لي في لي زيكزام ماشي لازم لا نقولوا تاع لي زانيفرسير معناتها مام اكزامان فتفرحوا ولادكم تفرحوا تقدروا ديروها لهم مع راهو قريب شهادة التعليم الأساسي اللي نقولهم أصحاب البيان بون كوراج إن شاء الله كامل يفرحوا بكم والديكم ديروا كوراج تقعدوش غير جو سي كو لي جو راهم دايرين حالة وقت القراية مي على بالي بلي راكو ضلوا تلعبوا طريقة سهلة نبداو بلو فون التحتاني باش نديرو الفوقاني معنتها نديرو لتحت لو فون تاعنا كي نديرو الفون تاعنا نتنوع شوية باش نديرو حنا نسيو نرفدو غابيد باش ما تشرب لناش بزاف وعلاش لخاطر لا كريم هاديك راح تشرب في الفريجيدار ونقسمها انا على زوج ونبدا نحط نبدا نستفها نبدا نستف ونسيي نزرب باش ما تشربش السيغو تاعي اللي درتو تاع ميده انا بزاف نشمخ به لي جينواز تاوعي ولا باسكو يعطي بنه هايله جربوا انا نقولكم دائما ما تقولوش هذيك الحاجه بالك ما تخرجش بالك جربوا قد ما تجربوا قد ما تتعلموا قد ما يجوا عفايس جدد انا مازالني الان مازالني نجرب وصفات ومازالني نعيط للشيف تاعي ونقول له استاذ كاش ما كاين دي غوسات جدد كاش ما صافي كو لازم الانسان يجرب ماشي كي تشوفوا حاجه سهله هذه زعما دارت لنا تحليه فيت فيت انا نديرها نو عبالي بلي كون جربيها تعجبك كاين حسبت لكم كامل لي كومونتير زعما شابين كاين لي يقولوا بزاف بنينه وعجبتنا عانينا نعرفوا نديروا هذه جو سي تعرفوا يا الشطرات لي كاين ما يعرفوش ابا نورو لهم حنا سهله وغابيد بالخف ونطلعوا هذيك لاكريم تطلع 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 وقبل ما نديرو انا ما درتش الحليب قلت لكم علاش بوسك راني حندير الكيل تاع الحليب شتو الكيله تاع الياغورت اللي درتها ندير نصف تاعها نديرو سيرو صافي دير كو يجي الكو تاع لا فريز ويجي واحد البنه وما نقدرش نحكي لكم بزاف كي تجربوها تعرفوا البنه تاعها وين انا نروح نطلع لاكريم تاعي ونعاود نولي لكم عدنا مشاهدينا الكرام انا درت لاكريم تاعي طلعت ابخي ما طلعت درت لها طبقه من الفراز هاي اللي كيتبان طبقه من الفراز تسنى نوريكم باش تشوفوا طبقه من الفراز ومن بعد درت لي بودوار تاعي شمختهم باش دوكا راح نزيد نكمل وندير لاكريم تاعي انا حنديرها هكا ديكور سامبل
لكم حاجه سامبل والداخل تجي بالفخاز تجي بزاف من هنا. انا هكا نخليها تبرد قبل في الكونجيلاتور واحد الساعه، ومن بعد ما تبرد مليح في الكونجيلاتور نجي نعاود نزينها ونوريها لكم في طبق التقديم، وان شاء الله تكون عجبتكم. حبيت نعطيكم معلومه، تقولوا لينا وعلاش هي دايره الالومنيوم، بيسك اني دايره في السيرسو. هاوليك سيرسو اي با ما فيهش من تحت، معناتها كنا نحطوا لي غاتو تاعنا ولا يقعدوا في الطبسي، ومن بعد كي نديموليوه تقعد في الطبسي هذاك. اي با نديروا الالومنيوم باش تحمي لي طبقه هذيك اللي تكون من تحتها. هاليك جو سي كو كاين اللي يعرفوه، وكاين بالك في الكاميرا ما يبانلهمش، يقول لك نينا وعلاش هي دايره هذه. انا نروح فاصل خفيف ونجي نوريها لكم في طبق التقديم، وان شاء الله تعجبكم وجربوها ورجعوا لي الخبر. عاودت وليت لكم، هاي ليك لا طارت تاعي، وان شاء الله تكون عجبتكم وجربوها. جو سي كو ما راحش تندموا. مقادير خفاف وديروا انطخت بارده تهبل وبنينه. جو سي كو ما راحش تندموا كامل كي تجربوها. يا ترى قولوا لي في لي كومونتير، خليوا لي لاباج تاع الانستغرام وفيسبوك وتيك توك الوطنيه تي في، وقولوا لي اسك عجبكم ولا لا. ما عليا غير نقول لكم انا شكرا على المتابعه تاعكم، وشكرا على لي كومونتير الشابين اللي مالفين تبعتوهم لي. نقول لكم دمتم سالمين، وان شاء الله غدا بحول الله في نفس الموعد.